ربما سليم، احنا دايما يعني والله خلال السنوات الاخيره ولا فيه كثير جدل ما بين المغاربه والجزائريين بخصوص ديتونا هذه لا لواسيتونا هذه، يعني والتهم المتبادله، فلماذا يعني ما تكونش ربما اعمال لتجمع فنانين مغاربه مع جزائريين؟ هذا الكلام يقولوه الناس اللي ربما ما شافوش، ما راحوش شافوا المغرب ولا المغاربه ما شافوا، ما جوش شافوا الجزائر. لان لو كانت تروح تشوف اللي الناس اللي خرجت تروح تشوف الاعراس المغربيه نفسها جزائريه، نفس الشيء نفس ما اصبح عندنا ريبرتوار وباتريموان واحد اللي هما الراي يديروه في الاعراس، حنا نديروه الشعبي، هما الشاوي حتى القبائلي موجود في أكيد. في يعني في يغنوا في الاعراس تاعهم. هذا شيء يعني ما نظنش، انا نقدر نقول لك انا لو كان نتكلم على هذا الموضوع شورت راني هبط يعني المستوى فيما يخص هذا، لان كاين الناس ما يفهموش باللي هذه المنطقه منطقه المغرب العربي نفس تقاليد ونفس مع اختلافات بسيطه هكذا فقط. هذا واش نقدر نقول في هذا الموضوع. على بالي في التعليقات ما رجعتش يعني على ما نردش، ربما انت حبيت تذكر لي على التعليقات هذه، انا ما نردش على التعليقات هذه، اللي يحب يهضر يهضر على حاجات تاع الفن ينتقد فنيين، اما هذه تاع تزيري ولا تونسي ولا هذه امور حدود دارت تاع دول، كل واحد يحترم الدول الاخرى بطبيعه الحال. ولكن الفن ما عندوش حدود، ورانا نشوفوا اليوم شباب يغنوا الراب، الراب اللي ما عنده حتى علاقه حتى بالمنطقه يعني كلها العربيه ويغنوا الراب، وراه المشكل اليوم العالم راه قريه صغيره.